في الجزء الثالث بعد ما تيجن بينقذ حياة جيسي بفضل المعلم ليجينج، تشانج وتيجن بيقبضوا على جيسي اللي بتحاول تقنع تيجن انه يسيبها تمشي في مقابل انها مش هتقول للخان الاعظم انه بيساعد سلالة تانج، لكن تيجن بيرفض ومش بيعجبه كلامها، بيقول لها انها بتعمل فتنة بين الناس وهتتسبب في ان حياة ناس كتيرة تنتهي. في الوقت ده جيوش تانج ودو جم، اضطر تيجن وتشانج انهم يهربوا علشان ما يتحكموش، ولما ليه جينج سأل على تيجن السياف وامه قالوا له ان مفيش حد في المكان هنا غيرهم وان المعركة خلصت بمساعدتهم. وبتعرف ليان ودو بيفكروا في طريقة يعرب بيها الجواسيس اللي داخل المدينة وبتقف ليان ودو بيفكروا في طريقة يعرب بيها الجواسيس اللي داخل المدينة وبتقدم ليان فكرة ذكية من خلالها بيقدروا يكتشفوا الجواسيس اللي في المدينة. بيروح دو علشان يستجوب بجيسي وبيعرف انها تبع قبيلة سوي، وبيبان بعد كده انها واخدة اوامر من الخاتون اللي كانت بتحاول تبين انها طيبة ومش بتأذي حد علشان تصعب على الناس، ولما تصعب على الناس محدش هتوقع منها انها تأذي حد ولا تعمل اي عمل شرير، وتستغل ده في انها بوظ الدنيا وتقتل اكتر عدد علشان تخلي قبيلة سوي هي القبيلة الحاكمة، وان حتى الخان الاعظم اما كان بيضايقها بجيسي فكان ده بالاتفاق بين جيسي وبين الخاتون. وبترفض جيسي انها تتخلى عن ولائها للخاتون ومبتقولش حاجة لدو، واول ما بيخرج بتاخد حبوبه وبتنتحر. بعد كده تشانج بتبعت رسالة ليام بتعرفها مكان ولي العهد فين، وبتروح هي ويا علشان يرجعوه للبيت. بيبان انه متضايق من تشانج علشان حبسته وبيطلب من هاودو انه يعاقب تشانج عشانه، لكنه بيرفض، وبتمسكه ليان توبخه وتضربه علشان هو مش عاوز يكبر ولا يشيل المسؤولية شوية. في الوقت ده بتكون ميمي بترعى الغنم وبتلاقي عيل صغير شبه اخوها مرمي على الارض وتعبان، فبتاخده للخيمة بتاعتها وبتحاول تعالجه، وبتكتشف ان عنده الطاعون، والولد ده بيقول لها انها تخليه عندها وانها ما تنساش هي جاية، والولد ده بيقول لها انها تخليه عندها وانها ما تنساش هي جاية. وبتطلع ميمي جاسوسة من الخاتون، والخاتون بعتها علشان تعرف اخبار تيجن وتنقلها، وبتحتار ميمي بين انها تخلي الولد ده في الخيمة وتسمع كلام الخاتون وبين انها ما تقدرش بتيجن وتشانج، خاصة بعد ما وقعت في حب جين. الخان العظم بدأ يتعب وبقى مسيطر على تفكيره هيشوف تيجن امتى، وحالته البدنية والنفسية بقت بتسوء اكتر واكتر. وبتطلب الخاتون بعد كده انها تقابل مين، وبيقفوا ويتفقوا على خطة يقتلوا بيها الخان الأعظم علشان تسيطر على قبيلة أشل وتستغلهم في أنهم يحاربوا علشان قبيلة سوي، وبكده تكون قدرت ترجع مجد القبيلة بتاعتها من تاني. بعد كده تشانج وتيجن بيتفقوا أنهم ما ينفعش يفضلوا في مدينة لو يانج أكتر من كده، وبيقولوا أنهم هيرجعوا تاني لفرقة النسر. وبيروح المعلم تشين وشيبا علشان يوصلوهم، وهم في الطريق بيقابلوا المعلم لي جينج اللي هيبقى وزير حربية، وبيسلم على تيجن وبيقوله أنه عارف هو يبقى مين وأنه من فرقة النسر. بيسلم على تشانج كمان وبيقول لها انها محظوظه انها قابلت تيجن وبيتمنى حظهم كويس في اللي جاي. في الوقت ده فرقه النسر بيبدا ينتشر مرض الطاعون بسبب الطفل اللي ميمي دخلته الخيمه واللي كان عنده طاعون ونشر العدوى بينهم كلهم. بتبدا ميمي تحس بالذنب انها كانت السبب في انها تضرهم وتاذيهم، وبتقرر انها تاخد الولد اللي تعبان وتطلع بيه بره ويمشوا، لكن بتفتكر تهديد الخاتون ليها بانها تاذي اخوها بوجن لو خلف تعليماتها، وبتخاف وبتغير رأيها. بعد كده بيروح دول الملك تشانج وبيديله تقرير باللي حصل، بيقولوا انه شاف تشانج وانها لسه ما ماتتش، وبيحكي له عن انها انقذت حياته وبتمنى لها تشانج انها تكون عايشة في امان. بيقولوا دول انها هربت مع شاب من قبيلة اشي وانه ما قدرش يوقفها لو يقبض عليها، لكن تشانج مش بيتضايق وبيقوله طالما هي في امان خلاص وان ده المهم بالنسبة له. بيروح حاودو لليان علشان يديها الاكل اللي عمله لها، لكنها لما بتسمع صوته جوه بترفض انها تفتح، وبينادي عليها هاودو اكتر من مره لكنها مش بتوافق ترد عليه، فبيمشي هاودو وهو متضايق. وبعدها بيجي وي وبيخبط عليها وبيدخلها الاكل، بيقول لها انها لازم تاكل علشان ما كلتش حاجه من بدري، وملاحظ ان هاودو اتغير كتير عن الاول، وبتقول له ازاي، وبيقول لها ان ساعد تشانج علشان تهرب رغم انه كان ممكن يقبض عليها، وبيطلب منها انها تسامحه وتعامله كويس زي الاول. بتسأل لو كان غير رايه فيه، لكنه بيقول له انه لسه بيكرهه، بس هو بيقول لها الحقيقه، وكمان انه شايف انه حارس كويس وانه يقدر يحميها. وبتقتنع ليان بكلامه وبتقعد علشان تاكل، وبتقرر انها تسامحه. بيوصل تيجن والمعلم تشين وتشانج عند نص المسافه، وتشانج بيقول لتشين يستريح لو عاوز، لكنه بيوعدها انه يكون معاها ويوصلها لاخر الطريق. وفي اثناء ما هم واقفين بيتكلموا بيجي يارو وعضو من اعضاء فرقه النسر، وبيبلغ تيجن ان فرقه النسر في مشكله كبيره، بيقولوا ان اصابتهم لعنه انهم مش عارفين يتصرفوا ازاي،
وبيطلب منه انهم يرجعوا بسرعة لفرقة النسر علشان يعرفوا فيه ايه. وتشانج بيبلغوا انهم هيطلبوا الطبيب بتاع المكان علشان يروح يشوفهم ويعرف ايه اللعنة اللي عندهم. في الوقت ده الولد اللي شبه اخو ميمي بيقرب يموت وبتروح علشان تجيب له مية، لكن للأسف بيموت. وبيشوف واحد من اعضاء فرقة النسر، ولما بيشوفوه بيلاقوا على وشه بقع حمر، بيعرفوا ان هو ده اللي جاب لهم اللعنة، وبيقولوا ان ميمي ساحر ولا كان زمانها هي كمان اتصابت باللعنة. تيجي ام واحد من اللي ماتوا بسبب اللعنة وبتهجم على ميمي، والمساعد بتاع تيجي بيعوز يقتلها، لكن جيم بيجي وبيمنعهم. بيسألها مين ده وبتقوله ان حد هي حاولت تنقذه، وبياخدها مساعد تيجن وبيربطها من ايديها، وبيجمع الناس وبيكونوا عاوزين يحرقوها، لكن جيم بيعترض وبيقول لهم لو عاوزين تحرقوها احرقوني انا الاول، وبيقف يحميها وبيرفض ان حد يأذيها. وبتيجي الست اللي ابنها مات وبتحدف ناس عليها، لكن بيظهر تيجن وبيحد، لكن بيظهر تيجن وبيحدف شعله، لكن بيظهر تيجن وبيحدف سهم على شعلة النار قبل ما توصل ميمي وبينقذها. وبيوصل تيجن وبيزعق للناس وبيقول لهم ان مش دي الطريقه اللي بيعالجوا بيها الامور، وان ما عندهمش في فرقه النسر، ما عندهمش حد في فرقه النسر عاوز يضر التاني، فاكيد هي مش هتجيب لهم اللعنه وهي قصدها. الناس بتبدا تهدى وتمشي من المكان، وبيفكوا ميمي بترجع هي وتشانج على الخيمه بتاعتها. وتشانج بتقول لهم ان دي ممكن ما تكونش لعنه وان ده يكون طاعون. تسال تشانج ميمي هي تعرف الولد ده منين، لكنها بتخبي عليها وما بترضاش تقول لها. بعد كده بتروح لتيجن وبتقول له وبيوعدها انه يعالج الكل ومش هيتخلى عن حد. بعد كده بيعترض جين للعدوى، بعد كده بيتعرض جين للعدوى وبيزعل عليه تيجن، وبيكون عاوز هو اللي ياخد باله منه، لكنهم بيقلعوا عليه هو كمان احسن يتعدوا فبيرفضوا. وبيوصل الطبيب وبيقول لهم انها مش لعنه وان ده الطاعون، وبيكتب لهم وصفه طبيه من النباتات، الوصفه دي تقدر تشفيهم من الطاعون. وبيقول لهم ان ميمي علشان جالها الطاعون وهي صغيره فعشان كده مش هيجي لها تاني. وبتمسك تشانج الورقة اللي كتبها الطبيب علشان تشوف النباتات اللي فيها، وتكتشف ان في نبات منهم مش موجود عندهم في قبيلة النسر. وبيسألوا تيجن لو يقدروا يعوضوا النبات ده بنبات تاني بداله، لكنه بيقولهم انه ما ينفعش وان لازم يجيبوا النبات ده، وانه هيعمل لهم وصفة تانية تخليهم ما يبقوش في خطر، لكن لازم يجيبوا النبات ده قبل 10 ايام. وبيقترح تيجن انه يروح عند الخان العظيم علشان يجيب النبات ده من عنده. تشانج بترفض وبتقوله ان لو مشي من هنا الناس هيعوزوا ينتقموا من ميمي، عشان كده يارو بيطلب ان هو اللي يروح ويسلمه تيجن رسالة يديها للخان العظيم اول ما يوصل. بعدها بيرجع ولي العهد للملك تشونج هو وليان، وبيوبخه جامد على تصرفاته الطفولية اللي بيعملها واللي ما يتليش بولي عهد، وبيبسط انه شايف ليان من تاني ورجعت له بالسلامة. بتقعد ليان مع الملك تشونج بيقدم لها الاكل اللي بتحبه، وتقوله انها ما بقتش بتاكل كتير علشان في ناس تانية اولى بالاكل ده. وبيحس الملك تشونج من كلامها قد ايه هي نضجت، تحكي له عن معاناتها وهي مخطوفه ومخلطتها لعامة الشعب. وبيلاقي الملك تشونج انها تعبت كتير في رحلتها، فبيقول لها تطلب منه طلب وايا كان هو ايه هينفذه لها. وساعتها ليان بتطلب منه ان الشعب ما يجوعش وان يوفر لهم اكل وشرب باستمرار، وانها ترافق اللاجئين في الحقول وتهتم بيهم وتاخد بالها منهم. الوقت ده بيروح يارو لخيمه الخان علشان يطلب منه العشبه اللي ناقصاهم ويديله الرساله اللي تيجن كتبها، لكن بمجرد ما بيوصل يارو لخيمه الخان بيقتله مين. وبتطلع الخاتون وبتكمل خطتها مع مين، وبيقول لها ان جيسي ماتت، وبتقول له انه يبعت لتيجن يبلغه ان الخان مش هيبعت له العشبه، مش بيعتبره ابنه من النهارده. وبعد كده بنلاقي ان الخاتون بتروح للخان الاعظم اللي حالته بتتدهور يوم بعد يوم، وبتحضر له علاج علشان ياخده. وبنكتشف بعد كده ان العلاج ده عباره عن سم بيعطل اجهزه الجسم عن العمل، واللي بتستخدمه الخاتون علشان تعرف تتحكم في قبيله اشل. وبعد ما بيشرب الخان العظيم الدواء اللي عملته له الخاتون بينام، وبتسرق منه الخاتون الختم العظيم، والختم ده بيخليها متحكمة في القبيلة كلها. بتقول له ان يبعت لتيجن رسالة ان يارو محتجز عندهم، وما يقولهوش انه مات علشان ما يجيش بسرعة وعلشان ما يشكش في حاجة. وكمان الخاتون بتؤمر مين انه يتخلص من اي تابع شخصي للخان الاعظم، وده علشان ما يعطرهمش في خطتهم ولا يكشفهم. وبيروح مين وبيقول لتيجن انه تم اعتقال يارو، وان الخان العظيم بيعتبر فرقة النسر ملعونة. ولما المساعد بتاع تيجن بيعرف ان يارو مسجون بيتعصب جدا، وبيطلب من تيجن انهم يروحوا ينقذوه، لكن تيجن بيشوف انه الاهم انهم يلاقوا العشبه. ودخل الطبيب وبياكد لهم على اهميه انهم يلاقوا العشبه، بيقول لهم ان من غيرها هيهلكوا كلهم ومش هيفضل حد فرقه النسر عايش. تشانج بتقول لتيجن ان العشبه دي موجوده في مدينه موباي، وانها ممكن تروح هي والحكيم تشين علشان يجيبوها، وبيخاف تيجن عليها لان المدينه بعيده، لكنها بتقول له ان عندها استعداد تخاطر بنفسها علشان فرقه النسر. وبعد كده تشانج وهي طالعه بتقابل ميمي، وبتطلب تيجن انها تروح مع تشانج علشان تكفر عن ذنبها بكونها هي اللي جابت لهم المرض. وبتروح ميمي علشان تودع جين قبل ما تمشي، وبتقول له يستحمل لحد ما تيجي وانها هترجع بالعشبة علشان يفضل عايش. في الوقت ده ليان بتروح وبتسأل هودو هل لو بتحب واحد تقول له ولا لأ، وبيفهم هودو انها مش بتحبه وانها بتحب وي، وده بيجرح مشاعره، لكن ده ما بيفرقش معاه قد ما بيفرق معاه انه يشوفها مبسوطة.
ولما بيجي وي بتعترف له بحبها لكنه ما بيردش عليها. بعد ما بتوصل تشانج لمدينة موباي بيجي لها المعلم وبيقول لها انه مش لاقي النبتة في حتة، وانه واضح ان دي مؤامرة من الخان، وانه منع تداول النبتة دي في المدينة كلها. ولما بيدخل ياكل بيلاقي بنت صغيرة لابسة لبس كويس قاعدة وبتاكل وبتحاول تنصب على صاحب المطعم، تطلب منهم يساعدوها لكنهم ما بيساعدوهاش. بيرجع الكبير تشين بعد ما كان مفكر ان لو عرض مبلغ اكبر على الناس هيوافقوا وهيدوله العشبة اللي هو عاوزها، لكن للأسف بيرجع من غيرها وبيقول لتشانج ان محدش عاوز يديها له بأي تمن. فبتتأكد تشانج ان كل ده من تنظيم خيمة الخان. بعد كده البنت الصغيرة بتطلع من المطعم وصاحب المطعم ما بيبقاش عاوز يسيبها الا لما ترجع له الفلوس. واول ما بتطلع بتقابل ابوها، بيطلع ابوها هو ملك موباي وبيديله الفلوس وبتخضع البنت تاني وبتقوله انها جعانة. اول ما بيدخلوا المطعم بتعمل نفسها بتاكل وبتطلع تهرب منهم من جديد. في الطريق بتقابل تشانج تاني وبيقابلها ابوها، لكنها بتعمل كأن تشانج خاطفها، فبيضطروا يفقدوها الوعي وياخدوها معهم وبيجروا. بتقعد تشانج مع البنت الصغيرة وبتحاول تعرف هي منين، لكنها بترفض تقول لها، فبتسيبها تشانج مربوطة وبتنزل تتكلم مع ميمي، واللي بتقول لها انها زعلانة على اخوها وجدتها اللي كانوا عايشين في المدينة هنا معاها قبل ما قبيلة اشل تاخدهم. في الوقت ده بنت الملك بتفك الحبال بتاعتها وبتهرب وبتسمع ميمي وهي بتحكي عن عيلتها، بتأثر بيها، بتقول لهم انهم لازم يقضوا على قبيلة اشل، وبتاخدها تشانج وبتأكلها. بتعرف منها هي هنا ليه وبتقول لها انها تبقى بنت ملك مونان، وانها هربانة من ابوها علشان احتفالية كبيرة متنظمة هنا واللي فيها الناس بيرموا كتير من العشبة للي هم عاوزينها. فبتقرر تشانج انها تاخد صحابها ويشاركوا في المهرجان ده علشان الناس يرموا عليهم العشبة اللي محتاجينها وياخدوها ويودوها لفرقة النسر علشان يفضلوا عايشين. وبيروحوا المهرجان ده وبينجحوا انهم يجمعوا اكبر عدد من العشبة اللي عايزينها. لكن قبل ما يخرجوا برا المدينة بيوقفهم جنود موباي وبيستجوبوهم وبأمور بحبسهم. بعدها الخاتون بتدي اوامر انهم عاوزين جنود من مدينة مونان وموباي، وانها كمان عاوزة امهاتهم وعيالهم الصغيرين علشان يبقوا جواري عندهم. في الوقت ده كان موجن قرب يموت والطبيب مش عارف يعمل له حاجة، يقول لتيجن يتصرف في العشبة دي في اسرع وقت. في الوقت ده بيوصل ملك مونان علشان ياخد بنته الصغيرة اللي بنعرف ان اسمها توجيا، وبيطلب ملك موباي من ابو توجيا انه يدي لقبيلة اشل 10,000 جندي مقابل انه يطلع بنته من السجن. ولما بتطلع توجيا بتطلب انه يخرج تشانج وباقي اصحابها انهم عاوزين العشبة دي علشان ينقذوا حياة ناس بتموت. وبيبعت ملك موباي الناس علشان يجيبوا تشانج من السجن. وقبل ما يدخلوا لهم بيوصل مبعوث من خيمة الخان بيبلغهم بالتعليمات وبيقول لهم انه عاوزهم يبعتوا 10,000 جندي كمان، وانهم يبعتوا لهم كل الستات اللي في مونال وموباي علشان يبقوا جواري في خيمة الخان. طبعا الملوك بيتضايقوا جدا لما بيسمعوا الكلام ده وبيرفضوه. والمبعوث وهو طالع بيشوف تشانج، وده بيخليهم في خطر لان لو عرف الخان انه شاف تشانج هناك هيفتكر ان في تواطؤ. فبتدخل تشانج بسرعه وبتقول لهم يقتلوا المبعوث قبل ما يوصل لخيمه الخان، وبتفهمهم انها المستشار العسكري لفرقه النسر وان في خطوره عليهم لو المبعوث بلغ الخان بانه شاف تشانج. تنجح تشانج في انها تقنع ملك موباي ان يقتل المبعوث اللي جاي من خيمه الخان وبيقول لهم يتخلصوا من جثته. وبتفكروا تشانج ان الخان عاوز يجمع كل الستات اللي في المدينه بما فيهم امه وبنت ملك مونان، وبتقول له انهم ممكن يكونوا تحالف مع بعض ضد قبيله اشل، وقتها مش هيضطروا انهم ينفذوا تعليماتهم. في الاول بيعترضوا على كلام تشانج وبيشوفوا انهم يستسلموا احسن. تكلم تشانج معاهم اكتر وبتقول لملك موباي انه رجع لمونان اماكن كتيره كانوا واخدينها. بيبداوا يتفاوضوا مع بعض وبيوافقوا على التحالف، وبيفكروا انهم يتحالفوا مع باقي قبائل الصحراء. بعد كده بنشوف الخاتون وهي قاعده مع الخان الاعظم بتديله دواء فيه سم وبتقول له انه مش هيشوف زيسي تاني وانها هتنتصر لقبيله سوي، وانه فات الاوان عليه خلاص، وده كله علشان عرفت ان توكاشو وشيار قربوا يرجعوا تاني. كانت عاوزاهم يرجعوا يلاقوا الخان فاقد النطق خالص علشان ما يشكوش في خطتها. وموجن حالته بتسوء اكتر واكتر ودرجه حرارته بتزيد، فبيضطر تيجن انه ياخده ويغطسه في الميه علشان ينزل من درجه حرارته. تنزل درجه حرارته شويه وبيفوق، وبتكلم مع تيجن وبيوصيه على ميمي وعلى فرقه النسر. وبيتضايق تيجن من كلامه وبيطلب منه يتماسك وبيقول انه هيقدر يعيش وياخد باله من ميمي ويكمل حياته معاها ومش هيفتله ابدا. موجن بيغمى عليه من تاني ومبيستحملش. في الوقت ده ملك موباي بيسمح لاصحاب تشانج انهم يخرجوا علشان يوصلوا العشبه لباقي فريق النسر، اللي بيخلي تشانج عنده كراهينه على بال ما يفهم التحالف هيتم ازاي ويعرف اذا كان فرقه النسر هتساعدهم ولا لا. فاثناء ما هم ماشيين بيهجم عليهم ناس تبع الخاتون، وبتوصل رساله لميمي ان لو ما تخلصتش من العشبه هيقتلوا اخوها، وبيسيبها باقي اصحابها عقبال ما يقتلوا الجنود اللي تبع الخاتون. وبتروح ميمي لوحدها علشان توصل العشبه، توصل لفرقه النسر وبتلحق موجن. الخاتون في الوقت ده كان مستمر في انها تدي الخان الاعظم الدواء اللي فيه سم اللي بيزود حالته سوء وبيضره وبيضره اكتر واكتر، وبتقول انهم هينقلوا العاصمه لمكان تاني يكون قريب من القبيله بتاعتها هي. وبيجي لها مين وبيقول لها ان فرقه النسر نجحت انها تاخد العشبه اللي كانوا عاوزينها، وانهم يقتلوا اخو ميمي علشان خانتهم، لكنها بتقول له يستنى شويه وما يقتلهوش دلوقتي علشان يلاقوا حاجه يهددوها بيها.
في الوقت ده بيجي توكاشو قائد فرقة الدب وبتطلع له الخاتون ورقة مزورة بأوامر الخان العظيم بأنه قال له يهجم على قبائل الصحراء والخان الأعظم ما بيقدرش يتكلم ولا يعترض علشان بيكون تعبان. بعدها بتاخد توكاشو وتكلمه على جنبه وتقول له إنهم انقلبوا على فرقة النسر خالص وإن الخان الأعظم اتبرى منهم، بتقول له نستغلهم في هزيمة قبائل الصحراء بعد كده يقتل تيجن وبكده يبقى استفاد منهم وخلص منهم في نفس الوقت. في الوقت ده بيكون الحكيم تشين رجع لفرقة النسر وبيبلغ تيجن بإن شيبا اتصابت أثناء القتال وإن تشانج محبوسة هناك وإنها مش هتطلع قبل ما يعملوا التحالف اللي قالوا عليه، وبيقرر تيجن إن لازم يتحرك بسرعة علشان يلحق تشانج ويشوف هيتصرف إزاي. بتوصل فرقة الدب وفرقة النسر لمدينة موباي وبيقابلوا المبعوث علشان يديهم هدايا، والهدية بتاعة تيجن بيكون جوه العلبة ورقة من تشانج مكتوب فيها المكان اللي هتقابله فيه، ولما بتقابله بيقول لها إنه مش عاوز يخون قبيلة أشل وفي نفس الوقت مش عايز يفرط فيها، بتقول إنها وصلت لحل يخليه ما يخونهمش وفي نفس الوقت يقدر ينقذ تشانج، وتعرفوا إن التخطيطات اللي حصلت دي كلها من الخاتون ومش من الخان الأعظم. وبتروح تقول لملك موباي إنه هيوصلوا الرد خلال يومين. بعدها فرقة الدب بترسل خطاب لفرقة النسر إنهم عاوزين يعملوا اجتماع، وبتجري ميمي تحذر تيجن إن توكاشو هيغدر بيه وهيقتلهم، وموجن بيلاقي إن فرقة الدب موجهة المدافع بتاعتها ناحية فرقة النسر. يفكر تيجن وقتها في الحل اللي تشانج قالته له وهو إنهم يزيفوا الحرب بينهم وبين قبائل الصحراء، وإن بعدها تختفي فرقة النسر تماما على الأنظار، وبكده مش هيفكروا في تيجن ولا يحتاجوا إنهم يقتلوه، وفي نفس الوقت مش هيشارك تيجن ولا هيخون الخان الأعظم. وبعدها بيقابل موجين ميمي وبيسألها هي عرفت منين إن فرقة الدب بتخطط علشان تقتلهم، وبتعترف له إنها كانت جاسوسة من خيمة الخاتون وإن الخاتون بتهددها إنها تقتل أخوها وإنها بتعمل كده وهي مجبرة. بيطمنها موجين وبيقول لها ما تقلقش من حاجة. ولما توكاشو بيقابل تيجن علشان يحطوا خطة للمعركة، بيقول تيجن إنهم بيستخدموا حيلة ذكية وبيبلغوهم إن المعركة تاني يوم، لكن بيعملوها في نفس اليوم ويخدعوهم. بعد كده بيوصل شيار لخيمة الخان الأعظم وبيطلب يشوفه، لكن مين بيمنعه؟ بتطلع الخاتون علشان تتكلم معاه، لكنه في الأول بيرفض علشان الخان كان منعه من إنهم يتقابلوا، لكن بعد كده الخاتون بتقول له إن الخان سمح لهم يتقابلوا عادي وإن مفيش مشكلة. بيسألها ليه الخان الأعظم كلف فرقة الدب وفرقة النسر إنهم يروحوا يهجموا على قبائل الصحراء وإنه مكلفوش بحاجة وإن دي حاجة بتقلل منه، لكن الخاتون بتحاول تقنعه يصبر شوية وهيفهم ليه ده حصل. وبتوريله الختم اللي سرقته من الخان وبتفهمه إن الخيمة كلها بقت تحت حكمها وإنها قريبة تخليه هو الملك على كل ده. وبيجي يوم المعركة وبيروح تيجن وتوكاشو بينفذوا الخطة اللي متفقين عليها، وبيبدأ تيجن بالهجوم على قبائل الصحراء، لكنه بيكون متفق مع ملك مونان إنه هيزيف الحرب ومش هيعمل حرب حقيقية، وهيعملوا كأن فرقة النسر ماتت ومات معاهم تيجن. ولما بتتحرك فرقة الدب علشان تهجم عليهم بيكتشفوا إنهم وقعوا في كمين وإن فرقة النسر خدعتهم، وبتحاصرهم قبائل الصحراء من كل حتة وبيطلب منهم توكاشو الانسحاب، لكنهم ما بينجحوش في ده وبتدمر كل الجيش، لكن توكاشو بينجح إنه يهرب منهم. بيروح تيجن وموجن علشان يقتلوه بسرعة قبل ما يرجع لخيمة الخان، وفعلا بيروح تيجن بسرعة ويقابل توكاشو اللي بيعرف إنهم ضحكوا عليه وبيقولوا إنه كده بيخون الخان الأعظم، ويرد عليه تيجن إنه ما خانش الخان الأعظم ولا حاجة وإنه عاوز يعيش مش أكتر هو وفرقة النسر بسلام. وبيتعصب عليه توكاشو، لكن تيجن بيهجم عليه بسرعة وبيقتله. وبعدها بيقرر موجن إنه يروح لخيمة الخان بنفسه علشان يقول لهم إن تيجن مات، ولما بيروح لهم بيقابل AR اللي ما بيصدقش ان تيجن مات بالسهوله دي، وبيبان عليه انه حزين ومتاثر جدا بموته. بعدها بيروح للخاتون اللي بتشمت فيه وبتوري القناع بتاعه للخان الاعظم علشان بيتضايق اكتر. في الوقت ده ميمي اعترفت لتشانج انها كانت شغاله جاسوسه وانها مش عارفه تتصرف ازاي لان اخوها محجوز عند الخاتون ولانها بتهددها بانها تقتله كل شويه. وبعد كده بيوصل تيجن علشان يقعد مع تشانج، لكنه بيتصاب بسهم من شخص مجهول، بنعرف بعد كده انه تبع قبيلة اشل. شيار ما بيصدقش ان تيجن مات وبيكون حزين جدا لما بيسمع الخبر ده، وبيغمى عليه وبتدخل عليه امه وبتقوله ان المفروض يكون مبسوط لما يسمع خبر زي ده، وبتستغرب انه متأثر ومتضايق، بتقوله ما تضيعش مجهودي على الفاضي. في الوقت ده موجن بيتسلل لخيمة الخان وبيعرف ان يارو مات وان خيمة الخان بتنتقل وان اللي ورا كل ده هي الخاتون، وبيروح للحكيم تشين وبيقوله على اللي حصل وبيطلب منه انه يوصل الاخبار لتيجن لانه هيرجع لخيمة الخان تاني علشان يتجسس عليهم. وبعد كده بيوقف ملك موباي مع تشانج وبتطلب منه انه يحرق ارض المعركة علشان لما يدوروا على جثة تيجن ما يعرفوش انه ما ماتش. وتاني يوم بيفوق تيجن وبيرجع كويس وبيخرج يقعد مع ملك موباي ومونان وبيرحبوا بيه جدا وبيقولوا له لو عاوز ينضم لجيش مونان او موباي هيرحبوا بيه وكمان يقدر يقعد في بلدهم في امان، لكن تيجن بيرفض وبيقول له انه مش عاوز يعرض نفسه ولا فريقه للخطر من تاني. في الوقت ده بيفكروا في الهجمة اللي جاية اللي هتحصل لهم، خاصة بعد ما الخاتون نقلت خيمة الخان من مكانها الأساسي. بيعرف تيجن إن يارو مات
وان ابوه تعبان وان الخاتون هي اللي مسيطره على الخيمه دلوقتي وهي اللي قتلت يارو. واقترح تشانج انهم يعملوا تحالف ما بين مدن الصحراء وبين قبيله تانج، وبيقول ان ده هيصب في مصلحه الجميع، بس بيخاف ملك مونان انه يتكرر نفس الموضوع بتاع قبيله اشل، وان قبيله تانج بعد ما يتحالفوا معاها تتكبر عليهم وتحاربهم. لكن بيطمنوا تشانج ان دي مش طبيعه الملك هناك، وبيتفقوا ان هي هتروح على اساس انها اميره موباي، وهتروح معاهم اميره مونان اللي هي البنت الصغيره اللي اسمها توجيا. وبيوصل مبعوث من قبيله تانج، وبيكون المبعوث ده وي، وبيبلغ ملك موباي انه عاوز يجتمع بيهم بخصوص التحالف. وي وهو طالع يقابل تشانج بيسالها بتعمل ايه هنا، لكنها بتغير الموضوع بتساله عن احوال ليان، وبتعرف انها بخير لما بيشوف معاها تيجي، وبتخض وبيقلق عليها وبيحذرها منه، وبيقول لها انه شخص سيء وانه الاحسن انها تبعد عنه. بعد كده بيروح موجن لخيمه الخاتون علشان يتجسس عليهم علشان ينقذ يوجن اخو ميمي علشان يعرف الخام فين ويبلغ تيجن. في الوقت ده الخاتون كانت قاعده مع وي بتحاول تفهمه المسؤوليه اللي وقع عليه، وان قريب هيبقى ملك كبير وهيمسك كل حاجه بدل الخان. بتوصل تشانج وباقي قبائل الصحراء لمدينه تشانجان علشان يعملوا التحالف. بتلاحظ ليان ان وي ما وقفش يسلم عليها حتى، خاصه بعد ما اعترفت له بحبها وكانت مستنيه منه يهتم بيها اكتر من كده. بتروح ليان علشان تعرف مين اميره موباي، بالصدفه بتقابل ميمي وبتفكر انها هي الاميره، وبتسالها ليان في الوقت ده لو تعرف حد اسمه تشانج، لكن ميمي بتقلق وما بترضاش تقول لها ان تشانج موجوده علشان مش بتكون عارفه لو ده هيعرض تشانج للخطر. وتشانج بتاخد تيجن وبتوديه للقبر بتاع امها علشان يحكوا لها اللي حصل، وبتقول له انها لو كانت عايشه كانت هتبقى مبسوطه قوي ان تشانج اتعرفت على حد بالصفات دي. وبتبص تشانج ان في حد مهتم بالقبر بالشكل ده، وبتفتكر انه وي او ليان، لكن بتتفاجئ لما بيدخل عمها عليها وتعرف ان عمها هو اللي مهتم بالقبر كده، متبقاش عارفه تسامحه ولا لا. وقبل ما تطلع من الاوضه بتقابل عمها وبتستغرب هو بيزور قبر امها ازاي مع ان هو اللي قتل امها، وبتكون مش عاوزه تشوفه، على عكس عمها تشونج اللي بيبسط لما بيشوفها وبيعرف انها بخير. وبتدخل تشانج في حيره تصدق نواه ولا لا. وبعد ما بتطلع تقابل الحكيم اللي بيقول لها انها مش عارفه اللي بيحصل ايه، وبيبدا يحكي لها عن حاكم زمان كان قائد كبير عمل غزوات كتيره ناجحه والبلد كلها كانت بتحكي باسمه، من حب واحده من العدو كان واخدها كجاريه وحررها ووعدها انه هيسيبها في القصر لما يرجع وهيتجوزها، لكن اخوه القائد طمع فيها وفي الحكم واخدهم واتجوز الست دي، وان الست دي تبقى امها والراجل ده يبقى ابوها وعمها يكون القائد الكبير، وان ده اصل الخلاف اللي بينهم واصل المشكله، وان لما رجع من الفتوحات لقى امها حامل فيها، ومع ذلك ربى تشانج واهتم بيها وبتعليمها على عكس ابوها اللي ما كانش بيكلمها ولا حبيبها، وانها لازم تعفو عن عمها لانها مش عارفه ايه اصل القصه وعمها شال عنها شر قد كده. وبتدخل تشانج في حيره بسبب اللي سمعته، تفهم ان كل الكراهيه اللي حملتها لعمها تشونج كانت وهم وخيال، وانها ما كانتش المفروض تعمل كده. تفتكر امها لما خلتها تحلف انها ما تكرهش حد ابدا، وتقول لتيجن انها اتعلمت حاجات كتيره في رحلتها وانها عاوزه تعيش في سلام. بعد كده بتروح لها ميمي وبتعرفها انها قابلت ليان، وانها خافت تقول لها انها هنا ليؤذوها او يقتلوها، وتعرف تشانج ان هي وليان اصحاب وانه عادي لو عرفت انها هنا. بعد كده بتوصل تشانج لقاعه المؤتمرات اللي المفروض قبائل الصحراء يتقابلوا فيها علشان يعلنوا عن التحالف، لكنهم بيتفاجئوا ان قبيله اشل كمان جت تحضر التحالف. وقتها بيقلق الحكام بتاعه القبائل بسبب انهم بيخافوا ان اشل تكون جايه تهجم عليهم، وبيحصل جدل كبير بينهم والجو بيتوتر، لكن هاودو بيتدخل وبيسكتهم كلهم وبيقول لهم ينتظموا شويه. بتهديهم تشانج وبتقول لهم انهم اكيد لو جايين في هجوم كان زمان قبيله تانج كلها اعلنت الحرب عليهم انهم ما يقلقوش من حاجه. بعدها بتوصل قبيله اشل لتشانجان وبتقابل الخاتون تشانج وبتوعد لها ان نهايتها على ايديها، وبيقابل وي تيجن وبيقول له انه اتخدع فيه وانه شخص كاذب. شك فيه تيجن وبيتهمه انه ما اتخدعش ولا حاجه وانه هو اللي حاول يقتله، لكن بيبان ان وي ما عندوش فكره عن اللي بيحصل. بعدها الخاتون بتقول كلمه لكل القبائل المشاركه في التحالف، بتقول لهم ان نيتها خير وانها جايه تعلن تحالفها هي كمان معاهم، انها عاوزه تعمل معاهده سلام مع تانج من خلال الزواج، وان ده كان وعد من تشونج انها يتجوز ليان لشيار. في الوقت ده موجن كان لسه في القصر وبيشوف الخادمه وهي داخله تدي العلاج للخان الاعظم، بيسمع الخادمات وهم ماشيين وبيتكلموا عن ان الخان حالته بتسوء يوم بعد يوم، بيعرف ان الخاتون بتقدم له سم في الاكل. ليان بتكون حزينه ومحتاره بعد ما سمعت بخبر زواجها من قبيله اشل، ولما بتقابل وي بتطلبه انه يتدخل باي شكل ويوقف الجوازه دي مهما حصل، لكن بيبان ان وي مش مهتم بكلامها ولا باللي هي بتقوله، وان لسه بقى يفكر دلوقتي في الموضوع وما كانش شاغل باله قبل كده. بيقعد انه يحاول يدور على حل، بتقوله ان ابوها ما يقدرش يرجع في كلامه، لانه لو رجع في كلامه الناس اللي في التحالف مش هيصدقوا كلامه بعد كده، وهيقولوا انه حد ما ينفعش يثقوا فيه لانه بيخلف وعوده. وبعد ما بيسمع كلام ليان بيتوتر وبيعود انه يتدخل ويعمل اي حاجه علشان ما تتجوزش من قبيله اشل. تستغرب ليان من مشاعره البارده ناحيتها، بيقول لها وي انها زي اخته الصغيره وتربوا سوا ومستحيل يسيبها، لكنها بتتضايق جدا وبتقول له انها كانت بتحبه وانه جرح مشاعرها وبتسيبه وبتمشي. وبيتدخل هاودو وبيزعق لوي وبيقول له
من المفروض يتصرف ويعمل أي حاجة علشان ينقذها، خاصة إنها لو اتجوزت من أشيل ممكن يستغلوا وجودها هناك ويعملوها وحش بعد كده. لكن بتطلع ليان وتقولهم إن هما الاتنين يمشوا من قدامها، بس أودو بيروح لها تاني بالليل وبيقول لها إنه ممكن يخطف فيه ويهربهم بعيد. لكن ليان بتسأله لو ده هيعرضه لمشاكل، وبيبان إن هودو بيحب ليان وبيقول لها إنه مش خايف من المشاكل، إنها لازم تفضل قاعدة علشان تواجه مشاكلها بنفسها، لكن برضه مش هتقبل تتجوز من قبيلة أشيل. وبتسأله لو هو هيساعدها على ده، بيوعدها إنه يفضل معاها ويحميها على قد ما يقدر. بعد كده بيقابل تيجن الخاتون وبيسألها من إمتى وأبوه تعبان وهي اللي ماسكة القبيلة. بيقولها إنه مش مهتم لأمرها ولا اللي بتعمله، لكنها بتقوله إن لو رجع من تاني وأقسم بولاءه لقبيلة أشيل أبوها ينسى كل اللي حصل ويفتحوا صفحة جديدة مع بعض. بس تيجن ما بيصدقهاش وبيقولها إنه مش مهتم ليها ولا لكلامها. في الوقت ده موجن بيقابل حد صاحبه بيخدم في خيمة الخاتون، بيأكد له إن الخاتون بتدي للخانسم وإن أخو ميمي مش مسجون ولا حاجة، وإنه قاعد مع ولي العهد في الأوضة بتاعته. بيفكر موجن إزاي هيبعت كل ده لتيجن. تيجن وهو طالع من عند الخاتون بيقابل شيار واللي بيسأله أنت كنت عند الخاتون ليه؟ بيطلب منه إنه يرجع للقبيلة تاني، وبيستغرب تيجن من إن شيار عاوزه يرجع القبيلة مع إنه حاول يقتله. وشيار بيقول له إنه ملهوش علاقة بقتله في حاجة، وبيشك وقتها شيار إن في لعبة الخاتون بتعملها عليهم. بعد كده الخاتون بتستدعي ميمي وبتوريها علبة فيها صباع أخوها بعد ما قطعته. تزعل ميمي وبتديها الخاتون سم تحطه في الأكل الواحد من زعماء القبائل علشان تعمل فتنة في مكانه وما يرضوش يتحالفوا مع تانج. بتاخد ميمي صباع أخوها علشان تدفنه، وهي راجعة بتقع من إيديها إزازة السم وبيشوفها وي، وبيطلب منها ترجع معاه وبيقولها إنه بيحبها، لكنها بترفض وبتزعله وبتقوله إنها حاسة إنها لعبة في إيديهم وإنها تعبت ونفسها تبقى حرة وإن محدش مهتم لمشاعرها على الرغم إنها مش بتضايق حد. بعدها بيروح وي وبيسأل تشانج يتصرف إزاي في الموقف ده، خاصة إنه ما بيحبش ليان لكنه مش عاوز يجرح مشاعرها ومتضايق. تشانج بتقوله إنه تصرف صح وإن ليان مش هتكون حابة إن حد يضحك عليها بحب خادع، وإن أحسن حاجة إنه يقول الصراحة اللي قدامه. بعد كده بيتجمع الوزراء مع الملك تشونج علشان يتناقشوا في موضوع زواج ليان. كلهم بيشوفوا ان المفروض توافق على الجواز علشان يحصل السلام وعلشان باقي القبائل ما تقولش ان تشونج بيخلف بوعوده معاهم، وقتها مش هيرضوا يعملوا التحالف. لكن بتدخل عليهم ليان وبتعترض وبتقول له انهم ممكن المستقبل يعملوها معامله وحشه. ان في المستقبل ممكن يعملوها معامله وحشه، لكن الوزراء بيكونوا خايفين من قبيله اشين وبيقولوا لها انه ما ينفعش ترفض حاجه زي كده وان ده هيخلي موقفهم سيء جدا. ولما بياخدوا رأي الحاكم بتاعهم بيقولهم ان شايف ان ده سلام مؤقت وانهم هيجوزوا الاميرة واحد منهم علشان يستغلوها بعد كده ويعدوهم. بيقرر الملك انه مش هيتخلى عن بنته، مش هيتجوز حد هي مش عايزاه. بعد كده بيحضر الملك تشونجو بيقعدوا علشان يعلنوا عن التحالف. وقتها بتعرض الخاتون على الملك موضوع الجواز، لكن الملك تشونجو بيقول ليان تقول رأيها في الموضوع. بترفض ليان في الوقت ده انها تتجوز من شيار. تعصب الخاتون علشان الملك رجع في كلامه، وشيار بيهددهم وبيقول لهم لو ما فقتوش على الجواز ما تزعلوش من اللي هيحصل بعد كده. وبيبدا زعماء القبائل يشكوا ان قبيله تانج بترجع في كلامها وبيخافوا يدخلوا في التحالف معاها. لكن تشانج بتطلع بفكره ذكيه تهدي جميع الاطراف، بتقول لهم ان كل القبائل جت من اماكن بعيده، في الحق كل الاماكن تتنافس علشان تتجوز الاميره. في الوقت ده بتروح تشانج وبتفهم ليان هي ليه قررت القرار ده، بتقول لها ان تيجن هينافس شيار وان لو كسب هي مش هتضطر تتجوزه ولا حاجه. وبرفض تيجن المنافسة وبيقوله انه مش هيقاتل علشان تانج. في نفس الوقت ليان ما بتكونش حابة الفكر، لانها بيكون نفسها في حد يدخل المنافسة يكون عاوز يتجوزها فعلا مش داخل المنافسة علشان يخلصها من المشكلة اللي هي فيها. وقتها بتروح تشانج تتفق مع حد من اصحاب اخوها علشان يتعب شيار شوية في القتال ويبقى سهل انه يخسر قدام اي مقاتل من مقاتلين تانج. وبيعرض وي عليها انه ينافس عشانها، لكنها بتقول له انها مش عاوزة حد ينافس عشانها وخلاص، وانها مستنية حب حياتها الحقيقي اللي ينافس ومقتنع ويتجوزها فعلا. في الوقت ده الوزير دو بيكون تعبان وقرب يموت، وهودو بيقول له على اللي حصل وبيساله يدخل ينافس علشانها ولا لا، وبيوصيه دو ان له الحق والفرصه انه يدخل في المنافسه دي علشانها وان عادي انه يتجوز الاميره لو بيحبها. وبيبدا القتال وما بيطلعش حد علشان ينافس شيار غير واحد من قبيله من قبائل الصحراء المعروفه بدعمها لقبيله اشيل، وده بيخلي الناس تستغرب. لكن دي بتكون مصحى منه وبتنحس من اول مباراه، وبعدها بيدخل صاحب اخوها لكنه بيتهزم بكل سهوله من شيار، وبيعد شيار لحد ثلاثة وبيقول ان لو ما دخلش حد يصارع ويعتبر نفسه الكسبان. في اخر لحظه بيدخل هودو علشان يقاتل شيار ويقول انه هيكسبه. تبدا المعركه بينهم واللي بيتفوق فيها شيار وبينجح في انه يضرب هودو بعنف وبيقربه من انه يخسر القتال. لكن هودو بيفتكر ليان وبيبص في عينيها، وقتها بيقوم وبيمسك شيار يخنقه وبيجبره على الاستسلام وبيكسب. واول ما بتروح له ليان بيقول لها انها مش مجبره تتجوز منه وان عمل كده علشان مصلحتها وبرضه علشان ما حدش يجبرها على حاجه هي مش عاوزاها. بعدها بتقابل تشانج وي اللي بيقول لها انه متضايق ان ليان زعلانه منه. تستغرب تشانج انه ما دخلش يقاتل عشانها، بيقول لها انه كان هيدخل يقاتل عشانها لو ما كانش حد دخل وكان هيعتذر من الجواز منها بعدين.
تشانج وبتقول له انها قدامها تفهم انه ما غلطش في حاجه وانه حب يصارحها بحقيقة مشاعره. بعدها بتقعد تشانج مع ليان وبتقول لها ان وي ما غلطش، وليان بتقول لها انها ما اتعاملتش بنضج وان وي فعلا مش غلطان وانها خلاص هتعتبره زي اخوها وانها حبت هودو علشان كان عنده استعداد يضحي بنفسه علشانها. بعدها بتسمع تشانج زعيق جاي من بره من قبائل التحالف، تكتشف ان جي شي زعيم قبيله تيلي رافض انه يتحالف بسبب خوفه من قبيله اشل، خاصه انها تبقى على اداء كبير مع تانج بعد اللي حصل. بيقرر انه هيرجع هو والقبيله بتاعته. تاني يوم بنتفاجئ ان جي شي بيصاب بالتسمم وبيموت، وبيتهموا فيها ميمي واللي بتكون هي الخادمه بتاعه تشانج، وبيتهموا تشانج ان هي اللي عملت كده علشان خاطر جي شي هو الوحيد اللي كان رافض التحالف. كده بيضروا بسمعه التحالف من جريده وبيقولوا ان اللي بيرفض التحالف هيتقتل، فازاي هيامنوا قبيله تانج على ارواحهم بعد كده. بيجي وي وبيفض الفوضى وبيقول للناس انه هيحقق في الموضوع، ولما بيعرف شيار ان ميمي هي اللي متورطه في الموضوع بيفتكر الازازه اللي كانت معاهم وفيها سم، وبيعرف ان الخاتون هي اللي مدبره كل ده. وقتها بيظهر كل الناس وبيقول لهم ان هو اللي قتل جي شي، وبكده بيكون ضرب سمع قبيله اشل وبوظ خطه الخاتون. بعد كده بيتسلل الموج لاوضه الخاتون وبيقابله وبيوعده انه هينقذه وان هيرجع يشوف تيجي من تاني، لكن بيطلب منه يساله اسئله ويرمش بعينيه لو الحاجات دي حصلت. بيساله لو كانت الخاتون هي اللي عملت فيه كده انها بتحط له سم في الاكل عن كل اللي حصل، والخاتون بيرمش علشان ياكد لموج ان هي اللي ورا كل ده، لكن مين بياخد باله ان موجن في الاوضه وبيدور عليه لحد ما بيلاقيه وبياخده يسجنه. في الوقت ده بيقرب عيل صغير من ولي العهد علشان يتجسس عليهم وبينقل اخبارهم كلها للخاتون. بعد كده بتحضر تشانج هديه الجواز ليان، وتيجن بيقول لها انها يطلبها هي كمان للجواز من امها، وبيروح عند قبر امها وبيسيب لها ورقه بيطلب منها فيها انه يتجوزها. بيجي صاحب ولي العهد وبيضحك على تشانج وبيقول لها ان الملك عاوز يشوفها، لكن بتشك فيه تشانج وبتستغرب ان الملك بعت لها مع عيل صغير، لكن بيقول لها ان الامر عاجل علشان كده وبعت معاه. بيروح بعد كده تيجن بيدور على تشانج وبيقابل ميمي، وفي الطريق بيحس انها عارفه حاجه ومش قايلاها، وبتقول ان الخاتون خطف تشانج. بيروح تيجن وميمي وبيتفقوا على خطه علشان ينقذوا تشانج من الخاتون. لما بيوصل تيجن عند الخاتون بيطلب يعرف فين تشانج، بيكون عاوز يهاجم الخاتون بتمنعه ميمي وبتقول له انها مخلصه للخاتون وبتطعنه في صدره. ولما بيرجع تيجن للخيمه بتاعته وي بيقعد مع ميمي وبيقول لها انه مش مصدق اللعبه اللي بتلعبها عليه. بتحكي له ميمي على كل حاجه وبتقول له ان امه هي اللي خططت لقتل جي شي، وبيساعدها شيار وبيقول لها مكان تشانج فين. بعد كده بيروح تيجن وبينجح انه ينقذ تشانج، وبيصيب صاحب ولي العهد في رجله وبسهم، وبعد كده بيقتله. وبتقول له تشانج انه حط نفسه في مشكله بسبب انه متسجل في القوائم بتاعه الملك وان ده بيعرضه للخطر والسجن. بتعصب على الخاتون وبيتضايق من انها بتقتل اي حد يقف في طريقها، وبيروح يزعق لها، لكنها بتقول انها عاوزه تخليه ملك لمملكه سوي، وبيسالها وي اذا كانت بتعامله على انه ابنها ولا اذا كانت شايفه الاماره والمناصب بس. بتحاول تهديه الخاتون وتقول له انها بتعمل كل ده علشانه. ولما بيروح وي علشان يقبض على تيجن علشان قتل صاحب ولي العهد، بيعترف له تيجن انه من قبيله اشل وانه تواطأ مع شيار علشان يقتلوا ليان وولي العهد. بيعمل كده علشان يبعد الانظار عن تشانج تماما وميوقعهاش في مشاكل. بيروح وي وبياخده وبيدخله السجن، وكمان بيروح يقبض على شيار والخاتون بتقول له انه ملوش دعوه باللي حصل وان تيجن اصلا من الجماعات المنبوذه في اشل، ان قبيله اشل ملهاش علاقه بيه، لكن وي بيصمم انه يعتقل شيار وبيروح معاه السجن. في الوقت ده قبيلة أشل نشرت إشاعات إنها بتجهز قواتها علشان تهاجم قبيلة الصحراء، ودي خطوة جديدة من الخاتون علشان تبوظ التحالف اللي بينهم. ولما بتسمعهم تشانج بيتكلموا بتكشف الحيلة اللي عملتها، وبيطلع إن جي شي ما ماتش، وبيروح وبيكتف الشخص اللي نشر الإشاعات واللي خطط لموته، وبيقول لهم إن كل ده حصل بتخطيط من قبيلة أشل وإن مفيش حد بيهجم عليهم ولا حاجة، وإن كل دي حيلة علشان يبوظوا التحالف مش أكتر، وإنه ما ماتش بفضل تشانج، وانها حذرتها من السم وانها اديته دواء بيخليه ينزف من بقه مش اكتر، واتفقت معاه انه يمثل كل ده لحمايته، ده اللي خلاه يثق فيهم في التحالف بعد ما كان مش موافق عليه. بعد كده بتوصل لتشانج رساله من ليان انها تقابلها في المكان اللي متعودين يتقابلوا فيه. لما بيطلعوا علشان يقابلوها بيلاقوا ان الجاسوس بتاع الخاتون خاطفها وبيهددهم بقتلها لو ما ادوش الشاره اللي يقدر يدخل بيها القصر الملكي، وبيحدفوا له شاره مزيفه. لما بيحاول يمسكها بينقض عليه هودو وبيقتله، وبيأمر القوات تنتشر في القصر علشان يتحققوا من وجود جواسيس تانيين في المكان. وقتها الوزير دو بيلوم هودو انه اتصرف من دماغه، لكن دو بيقول انه مش متضايق منه، بالعكس هو دلوقتي شخص مسؤول ويعتمد عليه طالما قدر يتصرف بالحكمه بتاعته وتصرف صح. وبيبلغه انه من النهارده يعتبره ابنه الحقيقي مش مجرد ابن بالتبني. بعد كده بيروح لتشونج علشان يقول له اللي هودو عمله، وبيوصيه الملك تشونج على بنته ليان وبيعيده انه ياخد باله منها ويحميها. بعد كده بيروح وي ومعاه معاهدة السلام اللي المفروض باقي القبائل تمضي عليها. وبعد ما كانت القبائل بدأت تطمن وهتمشي بتظهر الخاتون علشان تهدد ميمي اللي لما بتخاف بتقول قدام الكل ان تشانج مش أميرة موباي وانها تبع قبيلة تانج، وان كل اللي هي بتعمله ده علشان تنتصر لتانج. بيجي الحراس وبياخدوها بعيد.
رجلها بيقعد شيار وتيجن وبيشربوا مع بعض وبيتكلموا. بتقول له تيجن انه هيتقاتل ضد الخاتون لحد اخر حياته بسبب اللي عملته مع تشانج. بيسألوا شيار ليه ما بياخدش تشانج ويروحوا يعيشوا بعيد عن كل المعارك والصراعات اللي حصلة. بيقول له تيجن وقتها انه نفسه يعمل كده لكنه مش عارف من كتر ما الخاتون بتعترض طريقه. بيقول ان امه هي اللي خططت لكل ده. وبيوصل تشونج بحكمته الاتفاقية مع الخاتون وبعت لها وية علشان يعمل مساومة. والمساومة بتكون انه هيطلع شيار بره السجن مقابل انها تفرج عن اي مسجونين عندها من القبائل التانية. وكده يكون تشونج قدر يحل المشكلة وكمان يكسب القبائل التانية في صفه. وتوافق الخاتون لكنها بتشترط عليه انه يديها شيار وتيجن. وقبل ما ينفذ تشونج الاتفاقية بيعرض على تيجن انه يعيش معاه في تانج في امان. لكن تيجن بيختار انه يرجع مع الخاتون ويواجه مصيره بكل شجاعة. بيحاول ولي العهد انه ينتقم لصاحبه اللي مات ويقتل تيجن. لكن وي بيلحقه في اخر لحظة وبياخده بيفهمه انه صاحبه غدر بيه وكان بيتجسس عليه. في الوقت ده موجن كان بيتعذب في خيمة الخاتون من مين وبيفرك تشونج عن شيار وتيجن. وبيروح شيار وبيقول للخاتون انه مش هيرتكب اي حمقات تاني وانهم هيبقوا كويسين مع بعض وهيتعاون معاها في سبيل اللي هي عاوزاه. بعد كده بيقعد زعماء القبائل مع تشونج وبيقول لهم ان تشانج انشقت عن قبيلة تانج بسبب مشاكل بينهم وان دي امور داخلية ملهاش علاقة بيهم. الملك تشونج خلى الخاتون تفرج عن اهلهم انهم هيرجعوا لقبيلتهم هيلاقوا اهلهم مستنيينهم وان ده ملوش علاقة بالتحالف وان حتى لو موافقوش على التحالف فهيخرجوا مع تانج سالمين ومحدش هيتعرض لهم بأذى ابدا. وبكده بيطمن كل زعماء القبائل وبيقوموا يمضوا واحد ورا التاني بعد ما نجح تشونج بذكائه انه يقنعهم كلهم ويحسسهم بالسلام. بعدها بيقعد الملك تشونج مع تشانج وبيقول لها على اللي تيجن قرره وبتقول له انها تروح علشان تنقذه. وبيستغرب منها ليه ما تقعدش معاهم في تشانجان لكنه مش بيجبرها على حاجه زي ما امها وصته. تستغرب تشانج لما بتسمع الجمله دي لانها فاكره ان هو اللي قتل امها. وهنا بصراحه الملك تشونج ان امها انتحرت بسبب انها حست انها خانت ابوها وان ابوها كان بيحاول يقتله. وفضحت اخباره وانها قبل ما تموت وصته على تشانج كويس. وكده بتعرف تشانج انها كانت ظالمه عمها طول الوقت اللي فات وانه ما كانش سبب في موت امها ولا حاجه وان ابوها كان هيقتله لو هو ما قتلهوش. تفتكر وصيه امها هي انها ما تكرهش حد وبتعتذر لعمها. بيقول لها انه قبل اعتذارها وان نفسه يشوفها تاني. وقبل ما تمشي تشانج بتسيب لعمها خنجر وتروح تزور قبر امها قبل ما تمشي. بتلاقي ان تيجن سايب لها هناك جواب بانه عاوز يتجوزها فبتقراه وبتقرر تروح علشان تنقذه. في الوقت ده تيجن اتاخد اسير للخاتون ورجعوا بيه على الخيمه. واول ما بيوصل شيار للخيمه بيطلب انه يشوف الخان ابوه والحراس بيمنعوه لكنه بيزعلهم وبيدخل وبيلاقي ان ابوه تعبان جدا وقرب يموت خلاص. لما بيطلع بيروح للسجن لتيجن بيحاول تيجن يفهم ان امه عملت العاب كتير عليه وان هي سبب في تعب الخان لكنه ما بيصدقهوش. في الوقت ده الخاتون بتهدد ميمي انها لو ما نفذتش التعليمات مش هتشوف اخوها تاني وتديها فرصه انها تشوفه مره واحده بس. وبتروح ميمي علشان تشوف اخوها وبتلاقي ان صباعه ما اتقطعش ولا حاجه لانهم كانوا هيقطعوا صباعه لولا ان ولي العهد دافع عنه. وبتكتشف ميمي ان الخاتون ضحكت عليها. وبيكمل شيار قاعدة مع تيجن اللي بيصمم على ان الخاتون هي اللي ورا كل ده لكن شيار برضه مش بيقتنع. وبعد كده بيعرفوا ان الخاتون جاي علشان تقابل تيجن علشان تقنعه يساعدها يكسبوا الحرب ضد تانج. وتيجن ما بيوافقش على كلامها لكن لما بتوري له موجن وهو فقد الوعي بعد ما عذبوه بيوافق على طلبها لكنه بيطلب منها تعالج موجن وانها ما تكملش في السم اللي بتدي للخان. وبتوافق على شروطه لكنها بتقول له مش هتنفذ ده غير لما تنتصر الاول. بيقولها تيجن انها بكده بتعترف انها هي السبب في ان الخان تعبان. بتقول له اه. وبيكون شيار واقف وبيسمع اعترافها وكمان بيسمع باقي كلامها وهي بتقول لتيجن انها هي اللي قتلت ابو شيار وانها عملت كل ده علشان ترجع امبراطوريه سويمن تاني. وقتها ما بيستحملش شيار انه يسمع كل ده ويسكت. وقتها بيطلع بيقول لها ازاي تعملي كل ده وبتقول انها من ساعه ما انضمت لقبيله اشل وهي حاسه انها محبوسه في سجن انها اقسمت لترجع الامبراطوريه تاني. وبيسالها شيار ازاي ما فكرتيش فيا. بتقول له انها كانت هتخليه هو ملك كل ده لكن هو اللي دايما كان بيعيق خطتها وتطلب من الحراس انهم ينقلوه. وبينهار شيار وما بيبقاش مصدق اللي بيحصل وبيحس ان الكل بيستخف بيه. بيروح وقتها يقعد عند ميمي واللي بتخليه ينام لحد تاني يوم عقبال ما يفوق ويبقى احسن. وقتها بيروح تيجن علشان يشوف ابوه بيطمنه وبيقول له انه هينقذه. بعدها بيروح يسلم على موجن وبيوعده انه هيطلعه من هنا. في الوقت ده بيفوق شيار وميمي بتقول له يخرج من الخيمه بتاعتها علشان ما يحصلش مشكله. وبيمشي بعد ما بيقول لها انه ما بقاش حابب يبقى صاحب منصب كبير ولا اي حاجه. في الوقت ده بيروح عوده علشان يتفق مع ليان انهم يعملوا فرح بسيط في مكان قريب من ابوه. انهم يعملوا الفرح بسرعه علشان دو قرب يموت لانه عاوز يفرحه قبل ما يموت. وتوافق ليان وبيبداوا اجراءات الفرح على طول. بعد كده بتروح الخاتون تقول لتيجن ان فرقه النسر مستنياه بره انه يخرج لهم هو والخان. وبيبان ان في خطه تيجن محضرها مع موجن. اول ما بيخرج الخان الاعظم بياخدوا موجن وبيهربوا بسرعه وبيودوه عند القائد لي جينج وبيقولوا له خلي بالك منه زي ما اتفقت مع تيجن. ولما بتعرف الخاتون الخيانه اللي نفذها تيجن بتقرر انها تعدمه على الملأ علشان يبقى عبره لاي خاين. بيقول لها تيجن انه مستعد يموت او يحصله اي حاجه ولا انه يخون او يتعاون مع شخص سيء زيها. توصل تشانج لخيمه الخاتون علشان تنقذ تيجن. تحتار هتدخل ازاي
لكن بتتفاجئ بتوجيا انها جات ومعاها فينج وشيبا. بتتفاجئ كمان ان وين ضم علشان يساعدهم، وبتلاقي ان توجيا سرقت قلادة الولاء بتاعت ابوها، واللي بيها يقدروا يدخلوا الخيمة بتاعت الخاتون بكل سهولة. وبيظهر كمان السياف اللي مش بيتأخر لما بيعرف ان تشانج محتاجة مساعدة وبيروح لها بسرعة، وبنضم الباقي الفريق. تقدر تشانج تعد خطة، بتبعت ورق الميمي علشان تعرف منها خريطة القصر، وبيكون قاعد معاها شيار وبيقول لها ان هو كمان عنده استعداد يساعدها. بيجي الوقت اللي يعدموا فيه تيجن، وقبل ما تقطع الخاتون راسه بتدخل تشانج ومعاها شيار وهي حاطه السيف على رقبته، وبتهددها انها لو قتلت تيجن هتقتل هي كمان شيار. تقول لها انها محصره مكان وانها مش هنا لوحدها علشان تخاف اكتر. وبيدخل وي والسياف علشان ينقذوا اخي ميمي وبيدخل وي والسياف علشان ينقذوا اخو ميمي وجدتها. بعدها بتوافق الخاتون على انها تسيب تيجن مقابل ان تشانج تطلق سراح شيار. بيتم التبادل ما بينهم، لكن الخاتون بتأمر الجنود انهم يلحقوا تشانج وتيجن، لكن شيار بيمسك الخنجر وبيهدد الخاتون انه يقتلها لو ما سابتهمش. ولما الخاتون بتقول انه ما يقدرش يقتلها بيقرر يقتل نفسه لو ما سابوهمش. بيحاول تشانج وتيجن انهم يهربوا، بيجي مين وبيوجه سامي ناحيه تشانج، لكن ميمي بتقف قدامه وبتحميها وبيجي فيها وبتموت. في الوقت ده فرقه النسر بتيجي وبتنجح انها تدخل الخيمه ويدافعوا عن تيجن وتشانج، وبتأثر موجين بموت ميمي. ولما بيجي شيار بيسأل موجين ازاي ما قدرش يحميها، بيقول لموجين ان امه هي سبب في انها تموت. وبيحاول تيجن يقنع شيار انه يرجع معاهم لكنه بيرفض، وبيقرر انه ينتقم لميمي ويروح يقتل مين. بيجري بسرعه علشان يقتله لكنه ما بيعرفش، ومين والخاتون بيأمروا بانهم ياخدوه بعيد. وبتقرر الخاتون انها تخوض المعركه بنفسها، لكن مين ما بيوافقش وبيقرر ينقلها للقصر. وبعد كده بياخدوا ميمي وبيدفنوها وبيودعوها. وبتسأل تشانج شيبا عاوزة تعمل ايه بعد كده، بتقول لها انها حرة تعمل اللي هي عايزاه، وبتقرر انها تتجوز فينج. وبيروح تيجن علشان يطمن على الخان، وبيعرف ان الخان جسمه كله متسمم وانه مستحيل يرجع يخوض المعارك من تاني، لكنه قادر يخليه يعيش. تقعد تشانج مع تيجن وبتسأله هو عارف يوصل للقائد لي جينج ازاي، بيقول لها انهم كانوا متفقين مع بعض بعد معركة لو يانج انهم يتجمعوا من تاني، ولي عمل معاهدة سلام مع تيجن وقرروا انهم يساعدوا بعض بشرط لي جينج ينقذ ابوه من الخاتون. وبعدها تشانج بتقوله انها قررت، وبعدها تشانج بتقوله انها قرت الرسالة بتاعته اللي سابها على قبر امها اللي بيطلب فيها انه يتجوزها، وانها موافقة يتجوزها من غير الرسميات، وبتعتذر له على المعاناة اللي شافها معاها في حياتها. بعدها بيوصل هودو علشان ينضم للجيش بتاع لي جينج، وهم بيقابلوا جيش الخاتون. وبيجمع تيجن فرقة النسر علشان يستكشفوا الطريق قبل بداية الحرب. بتطرق فرقة النسر من فرقة الذئب وجنود مين، واللي بيقول لشيار يروحوا يتفرقوا ويروحوا بعيد دلوقتي. وبيعترض عليه شيار علشان لسه عاوز يقتل الناس أبرياء من تاني. وبتقابل فرقة النسر مين اللي قتل ميمي، وموجين بيشوف دي فرصة كويسة جدا علشان ياخد بطارها ويقتله ينتقم ليها. وبتقول لتيجن يكمل في خطته وان هو اللي يتصدى لمين. وبالفعل بتدور معركة شرسة بين موجين وبين مين، بتصفيها بقوة موجين لكنه بيقدر بمهارة عالية انه يقتل مين وينجح في انه ينتقم لميمي. اما تيجن وهو في طريقه بيقابل شيار بيقول له ان اللي بينهم لسه مخلصش وانه عاوز يقتله. وبيروح تيجن علشان يقتل شيار، لكن بيتفاجئ ان شيار بيحذف السيف بتاعه على الارض وبيستسلم. فدا تيجن بصعوبه بيساله ليه بتعمل كده. شيار بيقول له انه تعب من الحروب، وتيجن بيقول له ان دي مش غلطته وانه مش هيشيل نفسه الذنب وانه يقتل علشان جماعه اشيل وبس، وان هو الخان الشاب ويقدر يحقق السلام. الكلام ده ممكن يقدر يحصل بعد ما تنتهي المعارك دي. بتقدم فرقه الذئب التحيه لفرقه النسر، وبترد لها فرقه النسر التحيه. في الوقت ده بيوصل مبعوث لهودو ان الخاتون هتهرب، بيروح هودو بياخد فرقه من الجيش معاه علشان يجبروها تستسلم. وبيتكلم هودو مع المحاربين بتوع الخاتون وبيأمنهم على ارواحهم وبيقول لهم انهم لو استسلموا مش هيلحق بيهم اي اذى ولا يضرهم في شيء. بتستسلم كل القوات اللي بتحمي الخاتون وبيسيبوا العربيه بتاعتها وبيمشوا، لكن بيتفاجئ هودو ان الخاتون مش في العربيه. بيرجع تاني لتشانج في الوقت اللي بيرجع القائد ليه فيه، بينتصر على الخاتون وبيلاقي ان الخاتون اكيد في قاعه القصر. وبتروح لها تشانج علشان تتكلم معاها وتطلب منها الاستسلام والانضمام لجماعه تانج، لكنها ما بتوافقش وبتصمم على كلامها وعلى انها جايه القتال وعلى انها حابه القتال والدفاع عن القبيله بتاعتها، وانها حتى لو فشلت في دافع هتنتحر. وبتعمل حريقه في القصر كله، لكن تيجن بيتدخل في اخر وقت علشان ينقذها. وبيوصل القائد لي ان يقول للكل ان تشانج ماتت في الحريق ده علشان هي مش عاوزه تشارك في حروب تاني خالص وعاوزه تعيش في سلام مع تيجن. لكن لما لي بيقول للملك تشونج كده مش بيصدقه، بيعرف انهم بيضحكوا عليه وبتمنى لها حياة سعيدة في أي مكان تروحه وتعيش فيه. وكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله.